الآفاق المستقبلية للاقتصاد القطري. تحت هذا العنوان اختتمت في الدوحة أعمال منتدى الاقتصاد الكلي الذي عرض لخطة عمل تعزز من مناعة الاقتصاد القطري اتجاه التقلبات الاقتصادية وزيادة فرص نموه وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في حساب الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن مخرجات الطاقة الأحفورية في اقتصاد يتوقع أن ينمو بنسبة 7% العام الحالي واستقرار نسب التضخم عند 3%. هذا المسار يتطلب بدوره معطيات واضحة وأدوار تحليلية وافية تمكننا من التخطيط السليم للمستقبل وتحقيق استثمار أفضل للموارد والإمكانيات الوطنية. ونحن بحمد الله استطعنا خلال السنوات الماضية تحقيق إنجازات اقتصادية كبيرة. ما نحتاجه اليوم هو الاستمرار بالمسار التنموي الصحيح. وزارة الاقتصاد والتجارة راعية الحدث تطلق للمناسبة نموذجا للاقتصاد الكلي بغية إرساء أدوات تحليلية علمية وعملية قادرة على تشخيص مواطن القوة والضعف في الاقتصاد القطري وتحديد الفرص المتاحة لتنمية وتعزيز ركائز استقراره مستقبلا، ما يدعم عملية رسم السياسات واتخاذ القرارات وفق الرؤية الوطنية للدولة للعام 2030. بالنسبة لنا في القطاع الخاص جدا مهمة هذه الأدوات لأنها تعطيك توجه الخطط المستقبلية وما هي السيناريوهات التي قد نتجه لها أو لا نتجه لها في المستقبل القريب والبعيد. ومع زيادة اعتماد الحكومة على قطاع الهيدروكربون ممولا للموازنة فإنها لا تتوقع نموا فوق 2.8% لغاية العام 2030، في حين أن الرقم سيرتفع إلى 5.7% سنويا مع اعتماد سياسة التنويع الاقتصادي الحقيقي، ما يعجل لدى صانع القرار الإعلان عن خطط وبرامج تحفيزية للاقتصاد ترتكز على التنويع والاستفادة من الفوائض المالية المتأتية من قطاع الطاقة وتوظيفها في برامج استثمارية في القطاعات غير النفطية.